السلام عليكم يا رجاله، بسم الله الرحمن الرحيم. مسدس البلك، يعني هو الفيديو ده احنا ما بسيط، يعني وحاجه بسيطه، ولكن يعني الحمد لله عشان خاطر تبقى قائمه تشغيل المسدسات نكون بفضل الله حاطين فيها جميع انواع المسدسات. يعني على قد ما ربنا بيكرمنا كده بيكون معانا فرد دهان او مسدس دهان نحطه في قائمه التشغيل علشان خاطر لو حد حابب ياخد فكرة. يعني بنصور برضك الكتالوجات بتاعة المسدسات، مش بدون استثناء اي مسدس دهان، يعني الحمد لله بنعرض جميع المسدسات للي حابب يرجع لنقطة معينة في نشرة فنية او حاجة، يشوف الفونيا ياخد فكرة عن المسدس، يشوف طريقة تشغيله قبل ما يشتريه او حاجة، مش اكتر. يعني مش بنعرض علشان خاطر كده، يعني الحمد لله بنشتري برضك مكن الصنفرة وكلام من ده وبنزله في قائمة تشغيل المكن علشان حد لو حابب يشتري المكن او حاجة يكون عنده فكرة بالموضوع. يعني بنحاول نساعد بعضينا مش اكتر الرجاله. فالمسدس بتاع البلك او الاندر بودي، يعني الفتحة بتاعته طبعا بتكون الفونيا تقريبا كده فيها هي بتاع نص سنتي ولا سنتي، ديت ادي الفونيا بتاعته، وبياخد طبعا هواء من الفتحه دي بيتحط هو في الخرطوشه. وفي كذا شكل من مسدسات البلك، ولكن ده الشكل المتعارف عليه يعني والسهل الاستخدام. بيبدا انه ينزل في الخرطوشه دي ويتربط بالالووز بتاعه، هنا في الووز مكان الالووز دي بيتربط كده هو، وبعد كده بترفع الخرطوشه بتكون ماسكه فيه سهل الاستخدام، بتشتغل فيه تحت الدواسه فوق الدواسه تحت الكارتيره، بيكون سهل الاستخدام رجاله. ويفضل اللي انت يعني بنحب بصراحه من ناحيه البلكات تجيب الـ البلك اللي هو المائي. ليه؟ سهل الغسيل حتى، يعني مدون مجرد بتركب هنا خرطوم الميه او في جردل الميه، بتسقطه في جردل الميه وتبدا اللي انت تدوس، تكون مركب الهواء طبعا بعد ما تخلص، وتغسل المكان ده كويس علشان خاطر بعد ما تخلص المكان دون والالوظ هنا يربط من تاني، ما يعصلكش معاك وانت بتربط. يعني في التنظيف بقى بعد ما بتخلص دي على فكره ان هو بتبدا اللي انت عن طريقها تفك وتربط، بتتحكم في الكميه اللي طالعه من المسدس تقريبا. يعني انا شغال على الستاندر بتاعه بصراحه. فالمهم بتبدا اللي انت تركب الهواء في مرحله الغسيل بقى، وتغسل تطلع الهواء طبعا بيضرب، وتحط تسقط هنا دون في الميه، وتغسل هنا كويس بقطنة كده او بايدك كده كده انت تغسل بالميه، وتبدا اللي انت تدوس مع الهواء تطلع ميه هنا اهو، بعد كده تحط صباعك هنا اهو وانت دايس على الهواء وترجع الميه تاني علشان خاطر ينضف كويس قوي، ما يكونش فيه اي مكان لاي بلكه او اي حاجه علشان خاطر ما ينشفش بردك ويعمل لك مشكله جوه المسدس. يعني الحمد لله يا رب يكون فيه له سهله رجاله. هذا هو المسدس كنا جايبينه ايطالي هو تقريبا، يعني الحمد لله حاجه كويسه، وقلنا بيكون في منه اشكال كتيره. تقريبا زمان كانوا بيعملوا بالفرشه، بيدقوا البلك بالفرشه وكده، ولكن ده بقى حاجه اقوى على فكره للارضيات من تحت، يعني بيشتغل كويس، بيطلع الحبايه زي المصنع زي الفابريكه. ويفضل ان انت لو هتنزل على صاج او حاجه وحابب تعامل حته الصاج اللي قصادك معامله المصنع، تديها بعد ما تصنفرها يعني ايبوكسي او حاجه لو هي على الصاج على اللحم يعني، وحاجه انت عامل اعاد دهنها. يعني لو هتديها الاندر بودي او البلك اي نوع انت هتنزل بيه، لو معاك شويه ايبوكسي تنزل بالايبوكسي خير، ولكن هو كويس يعني. لكن الصاج دايما احنا بنقول ايبوكسي او وش برايمر اللي متوفر في سوق الايبوكسي، فتنزل ايبوكسي بعد كده بالبلك الاندر بودي المائي دون. قلنا الغسيل بتاعه، يا رب يكون فيديو سهل يا رجاله. اي فكره عندكم يا رجاله قولوا لنا، الفيديو زي دون يعني ما مش مستحب، عرفونا بردك عشان خاطر نعرف هل احنا الحمد لله ماشيين صح ولا في حاجه مبالغ فيها او 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 او, أو. يعني بنحاول نساعد بعضنا، يعني فعلا باي موضوع مكان ده بنحاول ان احنا نعرض الحاجه قبل ما غيرنا يشتريها. ان انا يعني بنحاول نشتري مكن وحاجات بصراحه ومسدسات وده 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 وده، ممكن عايزين ناخد عنها فكره قبل ما نشتريها، فبنلاقي احيانا الناس جايبه المكن دي جربته وناخد ناخد فكره عنها. الواحد ما يخافش يعني هو جاب الحاجه. يا رب يكون فيديو عجبكم يا رجاله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.